الشوط المرتقب وينطلق في هذه اللحظات أقوى أشواط الزمول فحول المستقبل وبنوك الإنتاج. شوط مكتظ بالأعداد وبالأسماء وكل المشاركين يطمحون لاختطاف وانتزاع ناموس هذا الشوط الأول الرئيسي. سنتعرف على بطل شوط الزمول بصوت زميلي وأخي بسام الشمري. شكرا للزميل محمد بن بريك المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ورحب بكم أجمل ترحيب بانطلاقة واندفاعة أشواط الأصالة والتراث، أشواط التحدي والمنافسة ضمن فعاليات المحلي الأول. نتواصل بتحديات ومسار انطلاقة أشواط التحدي وأشواط الكبار. الشوط الرئيسي للزمول ينطلق من مسافة 5 كيلومترات حاملا بطياته هذه الأسماء المشرفة والمنطلقة الباحثة عن الناموس وعن الانتصار في هذا الصباح المميز. تمنياتنا لجميع الأخوة بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم، كما نهني علي بن محمد بن علي بن جرحب المري بفوز الشاهينية بأول أشواط الحيل في هذا الصباح. نهني الداب على هذا الانتصار. هذه التحديات مشاهدين الكرام على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نتابع المنافسة، نتابع النجوم، نتابع هنا بنوك المستقبل، نتابع هذه الشعارات اللامعة التي لها صولات وجولات في هذا العالم الساحر. نبدأ بعد المراكز مباشرة. أول المراكز يتواجد الفايز للسيد عبد الرحمن بن حمد بن محمد بن سعيد بن دجران. مع البداية ينطلق مباشرة في القيادة والريادة، يحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع مرعوب ينطلق ويشارك في هذا المسار بقيادة حمد بن هزاع بن محمد المري مشاركا في مسار المركز الثاني. المركز الثالث أتابع القادم والحاضر هنا ثجاج لعبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفصل المري شعار بسحيم متواجد في هذه المشاركة المميزة باحث عن إنجاز في هذا الصباح. نتابع المركز الرابع القادم والحاضر هنا طلاع عبد الهادي بن ناصر بن حمد الشهواني، هنا ينطلق في هذا المسار مطلع على الأسماء الحاضرة متواجد في مسار واندفاعتي هذا الشوط، باحث عن الناموس وباحث عن الإنجاز الصباحي المميز. ننتقل مباشرة مع صاحب المركز الخامس القادم هنا المتحد حفيظ بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري مشاركا في مسار هذا الشوط، يحتل المرتبة الخامسة. هذه نتيجتنا مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المسيطرة والمتواجدة في موقع التحدي والمنافسة. تابعناها بندائنا الأول مشاهدينا مستمعينا إلا فاضل مع هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة دائما المتواجدة بالأشواط الرئيسية الباحثة عن نواميس ونقطة ثمينة في سباقنا الأول لهذا الموسم، موسم 2020. نتابع أسماء كبيرة، شعارات حاضرة، الكل حاضر بكل شغف وقوة في هذه المنافسة المشرفة في هذا العالم الساحر. تابعنا الأسماء، تابعنا المنافسة منذ انطلاقة هذا المحلي، ولكن ما زلنا نتواصل في انطلاقات ومسار أيام المحلي الأول. نتابع البداية، نعود مباشرة مع الفايز الذي ما زال يسيطر على زمام الأمور، ما زال يحافظ على المقدم دمة الشوط في رصيده. سيارة مشاهدين الكرام احد الاسماء ايضا اللامعة المميزة الحاضرة من اجل ان تتوج باول اشواط مشاهدين الكرام هذا اقوى اشواط الزمول. نتابع عبد الرحمن بن حمد بن محمد بن سعيد بن دجران من يتابع الفايز على المقدمة، بينما المركز الثاني مرعوب لحمد بن هزاع بن محمد بن حمد المري ايضا مرعوب صاحب انجازات كثيرة
كبيرة يشارك في هذا التحدي عائد من إصابة، عائد في بداية الموسم يا أبو بريك. نتابع المركز الثالث، شعار أبو سحيم أحد الشعارات المميزة الذي أثبت وجوده دائما في هذه المنافسات المميزة في الأشواط الرئيسية. ثجاج على المركز الثالث، عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفسل المري ينطلق عبر المركز الثالث. المركز الرابع، الشهواني حاضر بكل قوة، طامع وطامح بانتزاع الشوط الرئيسي. يتقدم طلاع عبد الهادي بن ناصر بن حمد، الشهواني يتقدم عبر المركز الرابع. ننتقل مباشرة مع صاحب المركز الخامس، حيث يتواجد هنا مشاكل لحمد بن علي بن جابر بن سالم الحنزاب. هذه الأسماء، هذه الشعارات، ولكن أرى أسماء كبيرة والشعارات مميزة حاضرة ومتواجدة طامعة بانتزاع الشوط الرئيسي. نتابع هذا المسار، نتابع هذا التحدي الكبير، هذا المسار المميز مع شوط الزمول، مع شوط الكبار، مع شوط العمالقة. نتابع التحدي الشوط الرئيسي، أين يذهب في هذا الصباح شوط الزمول؟ الزمول الذي لها إنجازات ولها صولات وجولات في هذا العالم الساحر، ولكن حمد بن هزاء بن محمد المري تسلل مع مرعوب يريد أن يرعب الجميع باندفاعته وبانطلاقته، صاحب إنجازات، ولكن الجماعة واصلين. ثجاج يا ثجاج، ثجاج هنا قادم. عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفسل المري ينطلق مع المركز الثاني، يتواجد مشاركا مع الكيلو متر الأخير والخطير. المركز الثالث، أتابع القادم هنا، مبلش لناصر بن حمد بن محمد بن خزينة المري، أو انطلاقة هنا ناصر بن محمد بن ناصر المري ينطلق عبر المركز الثالث. المركز الرابع، نتابع مسار هذا الشوط مع هذه الأسماء الكبيرة، مع هذه الشعارات الحاضرة. بن حنظل غادم بكل قوة، فاجانا مع اللحظات الأخيرة مع الباز صالح بن حنظل بن طلاب الفهيدي، تسلل مباشرة إلى المقدمة وإلى الصدارة، ولكن مرعوب عبر المركز الثاني. حمد بن هزاع بن محمد بن حمد المري، الله 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 الله، وصل شاهوب صالح بن حمد بن هاملة المري. عاد مرعوب إلى الإنجازات، عاد إلى سجله الحافل بالإنجازات. مرعوب يتسلل مباشرة، يستعيد المركز الأول. حمد بن هزاع بن محمد بن حمد المري، شاهوق على المركز الثاني، صالح بن حمد بن هاملة المري، منافسة مع اللحظات الأخيرة، مع اللحظات الخطيرة. الله 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 الله، مرعوب أرعب الجميع وانتزع الناموس وحقق هذا الانتصار. تهانينا والناموس لحمد بن هزاع بن محمد المري على فوز مرعوب بناموس في هذا الشوط. المركز الثاني، وصل شاهوق لصالح بن حمد بن هاملة المري. المركز الثالث الباز لصالح بن حنظل الطلاب الفهيد المري. المركز الرابع الفائز لعبد الرحمن بن حمد بن محمد بن سعيد بن دجران. المركز الخامس الناوي لحمد بن علي بن حمد القريسي، شاعرنا ايضا مشارك في هذه المنافسة. هذا التحدي الكبير في اقوى اشواط الزمول. مشاهدينا الكرام، تابعتم معنا الزمول المرشحة اللامعة، النجوم الحاضرة في بداية هذا الموسم، فكان مرعوب هو الذي توج بناموس الشوط الرئيسي للزمول بعد غياب موسمين على المشاركة في هذا العالم الساحر. عودة حميدة يا راعي مرعوب، لمرعوب الذي حقق الشوط الرئيسي للزمول في هذا الصباح المميز. هذه اللقطات الجميلة والتوقيت الزمني، ساعة وصول مرعوب إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. 8 دقائق بدون ثواني، 19 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن هزاع بن محمد المري على فوز مرعوب بأقوى أشواط الزمول. المركز الثاني شاهوق، 8 دقائق بدون ثواني، 99 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن حمد بن مبارك بن هاملة المري. المركز الثالث وصل الباز، 8 دقائق ثانيتين، 69 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن حنظل بالطلاب الف هيدي المري. نهني جميعا.